تقول سمعت بأن المرأة يجوز لها إذا قصت شعرها الطويل أن تتبرع به للمريضات اللي لا يعانين مثلا من تساقط الشعر هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك أولا في مسألة فقهية وهي أن الشعر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل بمعنى أن الشعر إذا قصته المرأة أو قصه الرجل فإنه يبقى طاهراً يبقى طاهرا لان الفقهاء يقولون ما أبين من حي فهو كميتته هذا اذا كان ليس له حكم المنفصل وانما له حكم المتصل ولذلك الشعر الذي تقصه المراه طاهر طاهر فاذا كان المراه شعرها طويل وقصت شعرها وقيل لها في مرضى مثلا عندهم تساقط الشعر مثلا ممكن تتبرعين نعم يجوز التبرع بهذا الشعر لمن يعاني تساقط الشعر بسبب مرض أو بسبب أدوية أو بسبب تعاطي الكي مثلا يعني مرضى السرطان الذين يأخذون الكيماوي ويتساقط الشعر يجوز لك ولك الأجر احتسب الأجر والنية الصالحة وتؤجرين على ذلك بحول الله طبعا مسألة أخرى وهي قضية الوصل تنتبهين يا أختي أم أحمد أنا قيدت الجواب بماذا بالمرضى يعني بمعنى الفقهاء يقولون يجوز للمرأة التي يتساقط شعرها أن تستعمل الباروكة مثلا قالوا يجوز لها لزوجها مثلا في حدود نسائها لماذا؟ لأن أصبحت صلعاء والأصلع يجوز له أن يعيد أن يستعمل ما أن يستعمل الأسباب التي تعيد الشعر إلى مكانه فإن يمكن يجوز له أن يستخدم هذا اما ان تتبرعين فيه لنساء يصلن الشعر هذا محرم ولا يجوز، يعني مثلا تعطين الخصله هذه لنساء او لصالونات يستعملونها في الوصل لا، النبي عليه الصلاه والسلام لعن الواصله والمستوصله فتنبهي تنبهي لهذا، اما المريضات فنعم يجوز للضروره.